تفهمت وجهة نظرك، هذا خطأي أنا. ماذا تقصد؟ متأسف؟ نعم، وللعلم هذا شيء لا أقوله عادة. ولكنك لم تعتذر فعليا. أنا آسف. لقد تأخرت ونحن طردنا. لن نستسلم، لنعد نتحدث مع السيدة أوستن ونوقف المعاهدة. لماذا أنت مهتم؟ مهتم لأنني أعرف شعور من يطلب منه أن يتغير، والداي هكذا أيضا. أيطلبان تغيير تسريحة شعرك؟ تقريبا. حسنا، لنعد إلى الداخل. هيا بنا. لكن هل أنت معجبة بشعري؟ مغرور. متأكدان أن هذا سينجح؟ لا. المحرك الرئيسي، أشعل الدفاعات. معززات الصاروخ. سوف يتدمر، سوف يتدمر، سوف يتدمر. مرحبا، ماذا يجري هنا؟ انتظر كلوي، قادمون لإنقاذك. كلوي؟ أوقفوا الإطلاق، أوقفوا الإطلاق، أوقفوا الإطلاق. الآن انطلق. مرحبا بلوبي. ماذا يحدث؟ هذا بالضبط ما يحدث حين تتركان أطفالكما مع شخص أبله. أنا أفضل الشخص الأبله على الشخص الشرير، فهو غير قابل للتدمير ويعمل مجانا. بلوبيل، يمكنك مجالسة الأطفال بأي وقت. ياي ياي، لقد جاءت المطافئ. فزت أنا. أستراليا متحمسة لتكون آخر دولة توقع هذه المعاهدة وتجلب السلام العالمي. كيلسي توقفي. أظنني رائعة، لا أستطيع. سأوقع على هذه المعاهدة. لن توقع أي معاهدات، خاصة أنت جيدن. فيبي، ماذا تفعلين؟ أنت على وشك النجاح. لا أستحق النجاح. يا أمم العالم، هذه المعاهدة فيها أكاذيب. أخبرت أليسون أن نموذج الأمم المتحدة قد ألغي واهتممت بدرجاتي أكثر من أي شيء. الآن الأرجنتين تساند غرينلاند في إنقاذ الدبابات القطبية. وعدتنا بكعكة السلام. تخلصت من الكعكة. لا كعكة، لا سلام. نعم، لا أحد يهاجم حلفاء الدب القطبي. انتبهي يا روسيا. ماذا قلت عن روسيا؟ يا إله، انتقم يا دب الكوالا. تعال إلى هنا. انظر هذا، فوضى تامة دون بذل مجهود. شكرا على دعمك لي فيبي. خطأ مني أن أسكتك. نعم، وخطأ كبير أن أرسلك في موعد مع أخي الغبي. لا تتكلم عن روسيا. أترين أنني واقف هنا؟ رأي، تعال إلى هنا. تفضلي المعاهدة، احصلي على هذا الشرف. للنصر مذاق رائع. قرش طائر حقا، سوف أريك يا تونغا. أحب هذه الفتاة. وأنا أيضا. تباً لك. هرأة، استحقت أن تفوز. أحسنت صنعا. بالخدمة. أستأذنك، فلدي عمل مهم أقوم به. ساعدوني.